إن المؤمنين في هذا الزمان هم عرضة لعمل أعدائهم ومؤامراتهم وتفريقهم، وأول أعدائهم إبليس العدو الأول للإنسان، فإنه لا يسعى إلا للإفساد بين المؤمنين وتفريق قلوبهم. ولذلك قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والصلاة عدو إبليس، فهي التي تجمع القلوب وتؤلفها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وكان يقول: ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم عفر. فالصلاة توحد القلوب وتؤلفها وتجمع المؤمنين على كلمة التوحيد، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولكن إبليس يسعى لتفريق القلوب والتحريش بين المؤمنين، وهو ساع لذلك بكل ما أوتي من قوة، وقد أعين على ذلك بجندين، هما جند الشهوات وجند الشبهات. فجند الشهوات يسلطه على الضعفة من الناس، وجند الشبهات يسلطه على الأقوياء، وبذلك يفرق القلوب إما على أساس شهوة وإما على أساس شبهة. وهذان الجندان أعان الله عليهما المؤمنين بجندين عظيمين من جنود الإيمان، هما الصبر واليقين. فالصبر يرد الشهوات، فإذا صبر الإنسان عن شهوة زائلة وتذكر الشهوة الباقية الدائمة التي لا انقطاع لها في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فإن ذلك يحول بينه وبين الشهوة الفانية. وإذا ثارت الشبهة لديه، فإن انطلاقه من اليقين والدليل ورجوعه إلى الوحي المنزل الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم قاطع لكل الشبهات. وإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.